السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم في عين على الحدث. والحدث هذه المرة هو الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني صبيحة اليوم، وأيضا الحصة التدريبية التي تجريها العناصر الوطنية في هذه الأثناء بالمركز التقني بسيدي موسى خلال التربص الذي انطلق أمس تحسبا لمواجهة الكونغو الديمقراطية وأيضا كولومبيا في 10 و15 من هذا الشهر. وللحديث عن ما جاء في الندوة الصحفية وأيضا عن آخر أخبار المنتخب الوطني أرحب بالزميل معاذ نمرودي في الاستوديو. أهلا وسهلا بك معاذ. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا الجمهور الرياضي الكريم، وأيضا نرحب بالزميل والأخ مهدي ضحاك. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. ونحن نشكرك الحضور معنا مهدي في كل مرة جينا مع أخبار المنتخب الوطني. شكرا لكم. نعم، أخبار المنتخب الوطني، والبداية بالندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني صاحبي حتى اليوم بالمركز التقني بسيدي موسى. معاذ نمرودي، قبل أن نشرع في التفاصيل وعن ما جاء في الحصة، كيفاش كانت لك الندوة الصحفية وأنت اللي كنت حاضر اليوم؟ يعني هل هي مختلفة عن سابقتها، وهل كانت يعني خرجات الناخب الوطني جمال بالماضي كما عودنا، أم أن هذه المرة كانت كالم؟ يعني هي كانت كما قلت كانت هادئة الندوة الصحفية، ولو أنه اليوم الندوة الصحفية كانت مختلفة على آخر ندوة صحفية عقدها جمال بالماضي بسيدي موسى، أين اللي كانت سبقت مباراة البنين تحدث عن كل شيء، تحدث خاصة أنه المنتخب الوطني عاد بالتتويج من بكأس أمم إفريقيا. المنتخب كانت طالته عدة انتقادات، منهم جمال بالماضي، منهم بعض خياراته، منهم بعض اللاعبين. بالعكس اليوم في الندوة الصحفية ما نقولوش تحدث كثيرا عن كرة القدم، وإنما تحدث عن المباراتين المقبلتين أمام الكونغو وأمام كولومبيا، تحدث عن أمور أخرى، عن خياراته، وهذا الشيء اللي كان غايب في الندوة الصحفية الأخيرة لجمال بالماضي. نعم، مهدي ضحاك، كيفاش كانت قراءتك للندوة الصحفية قبل أن نتحدث أكثر بالتفاصيل؟ كما قلت كانت جلست اليوم كان جلست مليح على غير العادة. يعني ماشي غير العادة، يقولوا اللي فاتت اللي كانت غير هالعادة. هل أسئلة الصحفيين هي اللي كانت هذه المرة في محلها؟ جاء سؤال من زميل، يعني بعد من الزملاء جاء بدا يعني سخون، ولكن كان اليوم بكل ارتياح جاوب. يعني يقولوا بلي المرة اللي فاتت كانت جمع عمر، قلناها يعني كما قلت جمع عمر كما يقولوا، يعني يلا في بوكو شوز ادير، وحتى حصى الصحافة وبعد ولا واحد الصحافة، يعني واحد الصحفيين اللي كان عنده كلام عليهم ما حبش يرد عليهم، ما حبش يرجع على هذا الشيء. اليوم وجاوب يعني لكل الأسئلة، وشفنا بلي يعني بدا يعني خلاص راهو خدا شويه راحه يعني وجاوب، وشو بدا يعرف يعني كل واش كاين في الفريق الوطني، كل ما يدور في ما نساوش امور ما فزنا. غادر واحد شهر راح يعني راه ارتاح، عاود رجع ندوه صافي، كانت غير رجع ما كانش على بالو شو صاري، دونك عندها شهر او فهم واش كاين، وعمل تغييرات حنتكلموا عليهم ان شاء الله. يعني اليوم خلاص راهو يعني شفنا او مريح شويه، حتى ولا ما بقاو له زوج مباريات قبل ما يبدا يعني المباراه اللي ماتش اوفيسيال. نعم، والبدايه معاذ نمرودي بالتصريح الاول للناخب الوطني جمال بالماضي الذي تحدث عن مباراه الكونغو يوم الخميس المقبل. On a la possibilité cette fois-ci de faire d'avoir deux matchs de bon niveau. Donc voilà, possibilité à une majorité d'entre eux de pouvoir prétendre à jouer et de démontrer, parce que c'est ce qui nous anime, cette concurrence interne au groupe, de démontrer qu'ils puissent prétendre à une place de titulaire. Pour ce qui est du match de la Congo, oui, il y a des similitudes entre cette équipe-là et la Zambie, surtout la Zambie, il y a des similitudes. مهدي ضحاك، مواجهة أو المقابلتين مهمتين للمنتخب الوطني تحضيرا لاستحقاقات المقبلة. البداية بمباراة الكونغو يوم الخميس بحول الله، مباراة يراها أحسن اختبار قبل موقعة كولومبيا. صح، هي المباراة الأولى، صح الناس يتكلم أكثر على كولومبيا خاطر على كولومبيا معروفة عندها لاعبين دوليين معروفين كما كودرادو كما
حتى لي مام جايين خامس رودريغيز ولا فالكاو، ولكن المباراه الاولى مهمه نظن للناخب الوطني، مهمه للفريق ماشي على الفريق، يعني راح يبدل بزاف لاعبين نظن، راح يشوف بزاف لاعبين في هذه المباراه، وحاب يشوف يعني اللاعبين، يشوف اللي ولا راهم في المستوى وراهم يقدروا يدخلوا في الجروب هذايا اللي راهو نجح، يعني راهو ناجح، راهو اللي دون اون تري بون بوزيسيون، راهو يحب يشوف لاعبين اللي يقدروا يدخلوا في المستوى اللي خلاه اللي راهم لاعبين اساسيين في الفريق. الان تكلم شويه على الفريق هذه، قلب اللي فيها راهم غيروا يعني المدرب، وقلب اللي صح طريقه اللعب تاعهم تشبه شويه لزومبيا اللي راح نلعبوا ضدها في نوفمبر. يعني ما تكلمش كثير على الفريق هذا الكونغو، تكلم اكثر على واش كاين عليها، يعني نتكلموا يمكن على الخيارات، لا اكثر الخيارات نتكلموا من بعد يعني على الملعب اللي يلعب فيه، ولكن الخيارات تاعو تكلم عليهم شويه، ما عملش خيارات اكثر، كان ثلاث لاعبين اربع لاعبين برك اللي جاوا جدد، يعني صح مباراة مهمة بصح ما تكلمتش كثير عليها. نعم معاد نمرودي، المباراة ستكون ايضا احسن اختبار لبعض اللاعبين في هذا الخميس، يعني امام منتخب كوت ديفوار لاعطاء الكونغو الديمقراطية. شكرا معاد، لاعطاء خيارات اخرى للناخب الوطني وحتى يقف على كامل التعداد. هي باش نقولوا خيارات زميلي سمير ما يوشح يكون خيارات، لانه ما راحش يكون هنالك تغييرات كثيره في التشكيله، وحتى هو اكد حتى ما تقدرش تغير منتخب اللي يفوز الا انه للضروره مثلا هناك اصابات، هناك بعد التغيير بعد اللاعبين، ربما لاعبين اللي ما همش يلعبوا كاساسيين، لكن باش تغير التشكيله امر مستبعد، وهو ما اكد عليه وقال لليوم ما نقدروش نغيروا احنا التشكيله، لو نقوم بتغيير تشكيله مثلا نغيروا 10 لاعبين في التشكيله وفي كل مره كل تربص نجلبوا 10 لاعبين الى 11 لاعب، معناها انه المنتخب فاشل والمنتخب ما يحققش نتائج، وانت راك تبحث على التشكيله تبحث اللاعبين الاساسيين اللي بالامكان انك تحقق بهم نتائج. نعود لمباراه الكونغو زميلي سمير ومباراه كولومبيا، قبل كولومبيا كان مباراه الكونغو، مباراه الكونغو مهمه جدا خاصه بالنسبه للمنتخب، لانه راح يواجه منتخب يلعب بنفس الطريقه اللي هو منتخب زامبيا، اكيد منتخب زامبيا اللي كما نعرفوا في تصفيات كاس امم افريقيا في شهر نوفمبر هو وبوتسوانا راح يلاقيهم المنتخب الوطني الجزائري. لهذا اليوم جمال بالماضي ما يهمه أكثر هو تشكيلة المنتخب، هو الوقوف على مستوى اللاعبين على مدى جاهزيتهم لهذا الاستحقاق، خاصة أنه نشوف مباراة البنين كانت مباراة أكثر منها استعراضية، نقولوا ما استفدش من تاريخ الفيفا الفارط، بما أن لعبنا كان مباراة عندنا واحدة. أكيد كان عندنا خيار أن نلعبوا مباراتين، لكن لعبنا مباراة واحدة أمام المنتخب البنيني، لذلك اليوم مباراة الكونغو أعتبرها أنا مباراة مهمة له، وهو كذلك في هذين المباراتين بما انه استدعى اللاعبين مباراه البنين ما مدش الفرصه لجميع اللاعبين يشاركوا، المباراتين هذين المباراتين امام كولومبيا وامام الكونغو راح يمنح فيها الفرصه لاغلب اللاعبين، ولما لا ربما راح يمنح لكل اللاعبين للوقوف على مدى كما قلت جاهزيتهم وللاستحقاقات الرسميه اللي تنتظر المنتخب ان شاء الله. تحدثوا عن الخيارات، وقبل ذلك نستمع إلى الناخب الوطني جمال بالماضي. Il y a aussi notre commune, communauté algérienne en France, une grosse communauté algérienne en France, qui vont pouvoir aussi avoir la possibilité, c'est pas tous les jours qu'on puisse évoluer en France. Je pense qu'il est important aussi de pouvoir, pour l'équipe nationale, de pouvoir jouer à l'extérieur. et d'être dans un autre confort que celui qui est des matchs à Tchaker où t'as tout parce que une qualification par exemple de Coupe du Monde c'est aller faire des bons résultats aussi à l'extérieur. Là notamment c'est la France, ça va être assez confortable aussi, ouais, guichet fermé, les places sont vendues à un temps record, même l'équipe de France en France ne fait pas la veille d'un match de l'équipe de France on trouve encore des places en vente même pour Marché Noir, hein, pour les trouver à Carrefour. Et ça montre vraiment l'amour des Algériens pour leur équipe nationale. Je vous dis, c'est unique. Perturbateur, peut-être je regrette un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que certains n'avaient peut-être pas les bonnes habitudes. Voilà. Ils avaient pris des mauvaises habitudes, des très mauvaises habitudes. Ils se complaisaient là-dedans. Donc il y avait des choses à changer, une mentalité à changer, une perception de l'équipe nationale et de l'importance de l'équipe nationale qu'il fallait absolument changer. Certains, une majorité,
ont pu prendre le bon wagon et ont compris qu'il fallait le faire, et d'autres, ils ne le voulaient pas, ils ne le pouvaient pas, c'est leur problème. Maintenant, je vous dis, hein, je mets une croix sur personne. La vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain. Aouzi Roulem, c'est un joueur, on sait que c'est un joueur qui a des qualités, qui joue dans un grand club, qui joue la Ligue des Champions. Comment ne pourrait-on pas suivre ce joueur-là? Ça serait, pour moi, une faute professionnelle. Mais je communique, je transmets. Après, il y a des retours qui sont pas adéquats. Et j'ai aucun... Je suis... Vous savez... خطا من ليليا واحد نمرودي في التصريحات معليش نتحدث عن مباراه كولومبيا خاصه انها ستكون تلعب في فرنسا كثير يعني انتظر الجاليه الجزائريه في فرنسا انتظرت كثير هذه المواعيد مهدي ضحاك خاصه انه مباراه ستعرف حضور عائلات وستعرف حضور جمهور قوي كل التذاكر يعني بيعت مباراه بشكل مغلق نعم عرس كروي كبير تنتظر الجالية الجزائرية في فرنسا مهدي ضحاك الناخب الوطني يعني طالب الجماهير بالحضور بقوة وأن تكون في روح رياضية عالية ما قالهاش هكذا ان شاء الله وجه الدعوه قال ان شاء الله ما يصرا والو قالوا اني عندي ثقه فيهم قالوا لي اليوم عندنا فريق يشرف يعني فريقنا راه احسن فريق في افريقيا راح نلعبوا ضد فريق كيما كولومبيا اللي هو اختارنا باش يلعب ضدنا يعني عندنا اليوم عندنا قيمه يعني في كره القدم مدرب منتخب كولومبيا يعني قال لك انه احسن اختيار بالنسبه لهذا المنتخب هو المواجهات مواجهه بطل افريقيا هذه يعني هو هذا واش قلق اليوم عندنا هو يتكلم على يعني على وقت اللي كان الفريق الوطني كان بعيد يعني شويه حتى لعبنا ضد فرنسا اللي كانت شامبيون دو موند والمالوريزمون على بالنا كيفاش خلصت المباراه هذه يعني يقول عندنا فريق يشرف ومادا بكم انتم ثاني تشرفونا يعني في كيما هم يشرفونا الجزائريين كل جمعه يعني حاب يقول نكونوا نلعبوا يعني ب ب ب بطريقتنا حنا راح نلعبوا يعني اللاعبين راح يحطوا كلش يعني في الملعب ومادا بكم انتم ثاني تكونوا يعني في المستوى في التريبيون يعني نعم معاد مواجهة كولومبيا أيضا ستكون يعني اللي راح يغيب فيها نجمي المنتخب الكولومبي خاميس رودريغيز وأيضا كافاني لكن رغم ذلك فالكاو عفوا في غلطة صاري رغم ذلك المنتخب الكولومبي يبقى له أرمدة من اللاعبين يبقى منتخب قوي ولذلك لاعبي المنتخب الوطني سيواجهون منتخبا يعني متكامل لا بأس به أكيد لما تواجه منتخبات من المستوى العالي أكيد أنك أنت كذلك راح ترفع المستوى ومباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره كولومبيا حتى في ظل غياب خامس رودريغاز وفالكا وأعتقد أنه الغياب لن يؤثر ربما من حيث قيمة المباراة من نوعية المباراة لأنه بين المنتخب الوطني المتوج مؤخرا بكأس أمم أفريقيا والمنتخب الكولومبي بما أنه كما قال مهدي هو من طلب مواجهة المنتخب الوطني الجزائري لكن الغياب هذا ربما لن يؤثر لأنه راح يكون نجوم آخرين لأنه منتخب مدجج بالنجوم كما نعرفه كان كوادرادو لاعب جوفنتوس لذلك حتى المنتخب الوطني الجزائري اليوم بحاجة لمباريات من هذا النوع لقياس مستوى المنتخب الوطني لابد أن تكون مثل هذه المباريات نعم مباريات من هذا النوع لماذا؟ لأنه نشوفوا مثال منتخبات مثلا كوت ديفوار منتخب غانا منتخب نيجيريا منتخب الكاميرون في السنوات الأخيرة وهذا الشيء اللي ما كانش عند المنتخب الوطني الجزائري هذه المنتخبات تعودت أنها تلعب في أوروبا مثلا مباريات ودية في صح ألمانيا صح صح في إيطاليا في فرنسا احنا هذا الشيء كان غايب عن المنتخب الوطني كان يكتفي بلعب المباريات الودية هنا في الجزائر أغلب المباريات الودية أمام منافسين من قارة إفريقيا لا نقول ممورين لأنه كل المنتخبات اليوم عندها مستوى لهذا أعتقد أن المباراة هذه مفيدة للمنتخب الوطني الجزائري حتى ترفع من المستوى وكما قلنا ترفع من المستوى تاع المنتخب الوطني الجزائري ونشوفه كذلك مستوى الخضر مقارنه بمستوى هذ اللاعبين اللي ينشطوا في اقوى كذلك الدوريات الاوروبيه وهذا ثاني اسمح لي هذا ثاني من المطالبات يعني الجمهور مدابي يلعب ضد ليكيب اوروبيه ومن البرازيل
بون الناخب الوطني فاهم بلي احنا ما نقدروش نلعبوا غير مع هاد هما خاطرش راح احنا عندنا تصفيات الافريقيه لازم نلعبوا مع المنتخبات الافريقيه, ولكن مليح لينا ثاني كنا من داك نلعبوا يعني مع دي زيكيب كيما كولومبيا ولا البرازيل باش نشوفوا وين راه المستوى تاعنا يعني في العالم. صح, حتى تكون مستوى اللاعبين المنتخب الوطني تكون لهم فرصه باش يبرزوا الاحتكاك مع لاعبين مثل هذا المستوى. احنا عندنا لاعبين راهم يلعبوا في اوروبا يعني كما نقولوا محرزه ويتلاقى مع لاعبين كبار يعني ولكن مليح يعني كما نقول يمثلوا الفريق الوطني. صح, مثل الجزائر يعني في نعطيو سمعه سويق نسوقوا احسن صوره يعني للجزائر. ما ننساوش احنا مازلنا نتفكروا على لا كوب دي موند 2014 وين الجزائر يعني لحقت القمه القمه كما نقولوا بعد عاودوا طاحت يعني نساوها شويه الناس. صح, الحمد لله كي ربحنا يعني كيف فزنا في كوب دافريك عاودنا بنا والان مليح لازم نكملوا ملي نقولوا بلي احنا رانا في المستوى ما ربحناش يعني في افريقيا وعندنا مستوى عالمي وان شاء الله نعاودوا نولوا لا كوب دي موند في 2022 ان شاء الله. موعد من ناحيه الجماهير اللي راهي دائما تنتظر المنتخب الوطني, هذه المره مدينه نيل ستعيش هذا العرس الكروي الكبير. مدينة ليل سمير كما قال بالماضي على لسانه هي المدينة الوحيدة اللي قبلت أنها تحتضن مباراة المنتخب الوطني الجزائري, ونشوفوا بلي التذاكر كل التذاكر بيعت منذ أيام, المباراة تلعب بشبابيك مغلقة, نشوفوا حتى كما قال بالماضي حتى مباريات المنتخب الفرنسي نشوفوا عشية المباراة تكون هناك تذاكر تباع لهذه المواجهة. بالعكس اليوم منتخب الوطني الجزائري الجماهير الجزائرية الجالية الجزائرية اللي هي في فرنسا وحتى في أوروبا بأكملها ربما حتى هناك من حيجوا من أمريكا من كندا من كل البلدان يسعفهم الحظ ويشوفوا مباراة, لأنه راح تكون كل الأمور مهيئة نشوفوا أرضية ميدان في المستوى, نشوفوا كذلك من حيث تنظيم راح يكون في المستوى, خاصة لما نشوفوا أمامك منتخب اللي هو من حجم كولومبيا. لذلك أعتقد أنها مباراة راح تكون مباراة لعودة المنتخب الوطني الجزائري إلى الواجهة الساحة العالمية إن شاء الله. إن شاء الله معاد, وإن كان تصريح جمال بالماضي الخاص بالخيارات. Quand je dis que ce groupe là tel qu'il est maintenant, il est difficile d'y rentrer. Difficile, c'est une bonne chose pour moi. Si maintenant à chaque fois de stage en stage, on balaye un groupe, on en ramène un autre, on balaye un groupe, on en ramène un autre, ça veut dire qu'il y a déjà une instabilité qui s'opère très clairement, et ça veut dire surtout qu'il y a pas de résultat. Et là, Soudani. Donc c'est un joueur qui a effectivement donné beaucoup à cette équipe nationale, mais qui est en concurrence avec d'autres bons joueurs. Quand on va parler des positions, il joue un peu dans la zone d'un Yassine Brahimi, d'un Saïd Ben Rahma, d'un Youssef Bleyli. Donc, on va le mettre où alors? Haris Belkebla, avant toute chose, il est aussi déjà, la première des choses, en concurrence avec d'autres joueurs. Et il y a un événement qui s'est passé, qui n'est pas tout sauf impardonnable. Alors moi, je ne suis vraiment pas la personne qui tirera sur une ambulance, jamais. C'est un joueur que j'apprécie, que j'ai sélectionné, et on m'a dit pourquoi je l'ai sélectionné. Donc maintenant, on me dit pourquoi je ne sélectionne plus. Alors, je vous ai dit qu'à un moment donné, ça y est, bon, je suis habitué. Donc non, on le suit, Haris, on le suit. Il y a des choses qui doivent s'apaiser tranquillement. Et en temps et en heure, Inch'Allah, s'il est compétitif, il aura truc. Il n'y a pas, j'ai pas de. Je blacklist personne. نعم, كان هذا فيما يخص الخيارات واللاعبين الذين تم استدعائهم مهدي ضحاك. نبدأ بحساني. حساني الذي كان اللغز يعني, وكان الكل ينتظر في رد الجواب من الناخب الوطني جمال بالماضي اللي خاصة يوجه له الدهوة, ومشاركة واحدة فقط في سجله مع المنتخب الوطني. كلام كثير عليه, يقولوا هذا عنده معرفة كيش جابوه وعلاش جا, كان يقولوا راه جا في وقت مدان, معنا مداني جابوه وراح مدانا واستعدعاه. هو لاعب شاب كما نقولوا, وشافوا يعني بالماضي عجبوا راهو يعني الان على بالنا بلي راح حليش لازم يجي لاعب جديد يبدا يبحث عن البديل تاعو. احنا كان عندنا بدران في مع المحليين راهو مصاب فندق راهو مع تارجي تونس, راهو مصاب. كان لاعبين اخرين يمكن كما شفنا اسمه الشافعي ولكن هو حب يشوف حسن. يعني حسني استدعى المره الاولى الكراز لعب مباراه في زامبيا. نعم,
يعني راح نلعبوا ضد زومبيا، هو لعب مع زومبيا وشوط واحد خرجوا خرج ما كانش في المستوى، وقالها قالها يعني باللي مقدور با جوجي في هذيك المباراه برك، هو استدعاه كي استدعاه هو كي ولا ناخب وطني لعب دقيقه برك يعني ضد زومبيا ولا شفت حب يزيد يشوفوا هذا مكان يعني لاعب جديد، قال لك هذه المره ولا بان مليح يقعد معنا ولا مش الغالب نزيد نشوفوا لاعبين اخرين. اسمع الفرصه جات حسني لابد من استغلالها ان كان يريد حقيقه البقاء مع خيارات الناخب الوطني جبل الماضي. اكيد هو الرؤيه تاعو زاويه النظر تاعو زميل سمير، اللاعبين اللي يكونوا جاهزين ويستحقوا يكونوا يتواجدوا، وعلى حساب هو الحاجه تاعو هو حاجه محتاج اليوم كما قلت البديل مثلا لعيسى ماندي او لجمال بالعمري في وسط الدفاع، لذلك اليوم استدعى حسني لو يكون في المستوى، لو يكون حتى نمدوا مثال سمير بقديورة مثلا، قديورة الكل انتقد قديورة استدعاءه مؤخرا لكاس امم افريقيا، لكن قديورة كان عند حسن ظن جمال بالماضي، واي مدرب اي مدرب في العالم سمير في كل مره هو على حساب الحاجه تاعه طريقه لعبه، ربما هناك نجوم كبار في فرق وفي منتخبات نطرحوا اسئله نقولوا لماذا لا يستدعى هذا النجم للمنتخب، مثلا المنتخب الارجنتيني مثلا نشوفوا اغويرو نشوفوا ايغوين نشوفوا كيف هذا النجم مثلا ما يلعبش في المنتخب الارجنتيني، لذلك انا نشوف بالمثال لانه خاصه المدربين اللي عندهم مستوى، وجمال بومادي اليوم مدرب اللي عنده مستوى، لذلك كما قلت احتياجات جمال بالماضي كيف يشوف هو اللاعبين، اللاعب اللي يتلائم مع طريقه لعبه مع طريقه مع النهج التكتيكي اللي يعتمدوا هو فهادو اللي برر بهم خياراته ويستدعي اللاعبين اللي لكن لازم يدي الفرصه تاعو الان، خاطرش ما تقدرش عندك كثير الفرص يعني مره ما جازش المره الثانيه لازم يبان صح. اليوم اللي عنده مستوى باش يقعد في الفريق الوطني. نعم نقولوا ايضا هي مباراه ايضا فرصه لنشوفوا عبد اللاوي لنشوفوا شتي مهدي ضحاك. شتي استدعاه المره اللي فاتت ما كانش عنده الفرصه، لعبنا مباراه واحده ضد البنين، كون لعبنا مبارتين كون ممكن نلعبوا في المباراه الثانيه المباراه الاولى ولا الثانيه، ولكن اليوم لازم يشوفوا نظن هذا اللاعب حاب يشوفوا، واستدعاه لعب ضد القطر هذيك المباراه الوديه في قطر لعبوا لاعبين محليين. نعم لعب مع المحليين اللاعب عجبه راه يشوف فيه، والان سيرتو في لارير غوش ما عندناش يعني عندنا بن سبعيني مر بن سبعيني بعد نتكلموا يمكن على غلام ما كاش يعني او يسحق واحد جديد. نعم عبد اللاوي يلعب ثاني يقدر يلعب في وسط الدفاع كما بن سبعيني، هذوما سي دي جوار بوليفانو. نعم يعني هو ثاني يحب يشوفه، كان قادر يروح لكاس افريقيا عبد اللاوي، ولكن كان عنده مشكل تاع القلب الان ورجع مع الفريق تاعو في سويسرا. مهدي ساهم في المباراة اللي تأهل فيها المنتخب الوطني أمام الطوغو، أدى مباراة كبيرة لذلك هو من الخيارات في دهن جمال بالماضي، أنه هذا اللاعب اللي أبلى بلاء حسن كما نقولوا، أدى مباراة في المستوى كان عند حسن ظنه، هو من اللاعبين اللي يقدر يعتمد عليهم مثل ما هو الحال اليوم شيتا اللي أدى تلك المباراة، هادو يزوم أركي جمال بالماضي، لهذا في كل مرة يصر عليهم حتى نشوفوا شتي، حتى جمال بالماضي طلب من الصحفي في المره اللي فاتت لماذا لا نتكلم مثلا على لاعبين مثل شتي مثل اسامه شيتا، لذلك ربما شتي يعتقد انه في هذه المواجهه في هذه المواجهتين نقولوا ربما بنسبه كبيره راح يعتمد عليه في مواجهه الكونغو الديمقراطيه، وراح نوقفوا على امكانيات شتي مع التشكيله لانه حتى لازم ربما نوع من الوقت من اجل التاقلم بما انه شارك مع المنتخب المحلي لم يشارك مع المنتخب الوطني للاكابر، راح يكون عنده امامه وقت من اجل الاندماج، ولو انه راح يكون بديل ربما لرامي بن سبعيني. كاين غياب يعني فارس يعني اللاعب فارس المصاب يعني ربيع لازم جاب اثنين لاعبين وجوه اسمه وجوه اللي راح نزيدوا نشوفوها بالك تلعب في هذه المباراه تاع الكونغو. انا اظن شتي راح يكون عنده فرصه، عبد اللاوي ممكن ثاني ولكن شتي راح يجربوا. نعم مهدي معاد سنعود اليكم ان شاء الله بعد هذا الفاصل الاشهاري.